قالت الطبيب مسألة غير دستورية تجاوز فيها إلياس الفخفاخ صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. وفي هذايا الكل ما زلنا ما نعرفوش الأسباب الحقيقية وراء الإقالة هذه. يلا يهمكم ولا ما يهمكمش الأخبار؟ وغالمو مسالش يهمك كابتن، تقول ما يهمنيش بي، ما يهمكش خولة ويهمك شاكي بي. نبدأ بيك شاكي. أنا في كلمات بالنسبة لي، أنا الفخفاخ في اللي عمله ضد العميد شوقي الطبيب حاجة مقزة مقرفة تعيف. الحاجة الغريبة زاد أنه اليوم عن الهيئة هذه اللي هي مكلفة بحماية المبلغين على الفساد، وبقي رئيسها وعميدها اللي هو عميد المحامين عميد الهيئة سي شوقي الطبيب دون مع الأسف دون حماية، برغم اللي هو نفخ الروح في حاجة اسمها هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ولا عندها ثقل وعندها وزن وتحل وتربط في البلاد، وهذا مهم لاستقامة البلاد ونظافة اليد متاعها. اللي مقلقني برشا مش اللي صار هذا كله، هو أنه كيفاش قاضي اسمه عماد بوخريس يقبل تكليفه من طرف سلفخفاخ اللي عنده شبهات تضارب مصالح على فساد على أكثر من حاجة، وملفه اليوم معروض على القضاء. كيفاش القاضي هذا غدويك باش يرجع ونطمئن أنا لاستقلاليته والنزاهته والحياده تجاه الملفات هذه؟ كيفاش يدخل في الخلاف هذا بين الفخفاخ والثارات تصفية حسابات بين الفخفاخ وسي العميد شوقي الطبيب ويقبل مثل هذا التكليف؟ أنا نتمنى على القاضي عماد بوخريس أن ينسحب وأن يتخلى وأن يرفض مثل هذا التكليف، وإلا باش يكون مطعن ومقتل في حاجة اسمها حياة واستقلالية القضاة في تونس. بعد ما نزل الخبر هذايا وخبر الإقالة برشا أطراف ربطت وخلينا نحط الأمور في حسابها، ربطت المسألة هذه تقول لك تجي